ضيفتنا الليلة هي مهرة في مجال الفن، خاضت خطواتها بسرعة البرق. هي ممثلة بحرينية خاضت مجال التمثيل بكل جدارة، قدرت تحصد حب الناس لأنها تدخل القلب بسهولة. شاركت في المسرح والدراما وكانت بطلة للعديد من الأعمال المسرحية. تربعت على عرش الخشبة فكانت عاشقة للجن في بداية مشوارها الفني اللي بدأ عام 2013. المهرة جمالها مو طبيعي، جميلة أنيقة ومو غريب عليها، فهي أجمل عارضة أزياء في البحرين وسفيرة الزي العربي. هي سيدة أعمال، درست إدارة أعمال واقتحمت مجال ريادة الأعمال بسهولة. الليلة في عسيف بتطل علينا إطلالة مميزة.